بسم الله الرحمن الرحيم. خلينا نتكلم عن المناعة. تكلمنا عن المناعة، اليوم هنكمل في المناعة إن شاء الله. هنتكلم عن اللقاحات أو الفاكسينز. طبعا اللقاح أو الطعم هو عبارة عن مستطد قادر على، يعني مستطد يعني جسم غريب قادر على إحداث المناعة غير قادر على إحداث المرض. إذن لكن عملية التلقيح نفسها هي عبارة عن تعريض أي الشخص نفسه بشكل متعمد للجراثيم اللي بسبب الموت، سواء كانت حية أو مر أو ميتة أو سموها أو أشياء تانية هنتكلم عنها بالتفصيل، عشان تكوين حالة من مناعة ضد هذه الجراثيم أو السموم. أنواع اللقاحات: في عندي 5 أنواع من اللقاحات. كنا نقول إحنا لقاحات حية مضاعفة أو ميتة، لا، صار عندي أنا 5 أنواع من اللقاحات. أول نوع من اللقاحات هي لقاحات يعني حية مضاعفة أو live attenuated، وهي عبارة عن لقاحات عادية من جراثيم، دي جراثيم أو فيروسات حية. طبعا الجراثيم أو الفيروسات الحية لو إحنا أعطينا مباشرة حاسية عند المرض، لا، إذا لازم نعمل عملية تطعيم طبعا بالحرارة أو بالزراعة المتكررة. الزراعة المتكررة يعني أنا بأخلق سلالات ضعيفة بحيث تفقد قدرتها على إحداث المرض وتحتفظ بقدرتها على أن تكون الجهاز المناعي. إذا في نوعين من اللقاحات الحية المضاعفة اللي بأتنويتد، في عندي لقاحات فيروسية ولقاحات بكتيرية. اللقاحات الفيروسية المضاعفة زي لقاح المامس أو النكاف، اللقاح الجدري أو لقاح الحصبة، ولقاح الحصبة الأمرية الميسلز وروبيلا. أيضا في عندي لقاحات، إذا في عندي نوعين، أول حاجة لقاحات فيروسية ولقاحات بكتيرية زي اللي هو البي سي جي أو لقاح الدور، نحن نتكلم عنه بالتفصيل هذا البي سي جي. النوع الثاني لقاحات الميتة أو الكيلت فاكسين، طبعا دائما نضعفها أو بنقتلها عشان ما تحدثش المرض. طبعا هي عبارة عن لقاحات تحتوي على معلق من الجراثيم الفيروسية أو الميكروبية أو البكتيريا الميتة. طبعا عندي لقاحات بكتيريا ميتة، الأمثلة عليها زي لقاح تيفويد أو لقاح سعال ديك اللي هو بيرتستس أو بنكف، لقاحات الفيروسية الميتة زي لقاح السعار اللي هو ريبس أو لقاح الإنفلونزا. هذا إذا خلصنا أول نوع، أول نوعين من اللقاحات، إذا لقاحات الميتة ولقاحات الحية المضاعفة. النوع الثالث وهو نوع يعني أيضا مستعمل كثير، وهي السموم المختزنة. إيش السموم المختزنة؟ هي نفس سموم الميكروب، بناخدها بنعمل عملية تضعيف سواء بالحرارة أو بالمعالجة الكيميائية زي الفورمالين أو غيره حتى تفقد سمومها، وبعدين بنعطيها بنحقنها الشخص نفسه زي الدفتيريا يعني والكز اللي هو لقاح الدفتيريا اللي هو لقاح أو لقاح الكزاز البرتساس آسف الدفتيريا لقاح اللي هو التيتانوس، الكزاز هو التيتانوس. طبعا هذه السموم المختزة إذا عبارة عن إذا السموم المختزة هي سموم كويسة، سموم بتعمل الإنسان مناعة، سموم مختزة بتعمل الإنسان مناعة، وليس كما اسمها سموم مختزة إنه سموم ضارة بالجسم. وهذا بيجي سؤال بهذا الشكل. طبعا هذه دائما السموم تعطي نوع بتكون هي عبارة عن يعني تحتاج إلى عملية دائما تعزيز لأنه ليست قوية زي المضاعفة أو الميتة. ثم بوستر دوز، وزي بالذات زي اللي هو قلنا زي الكزاز والتيتانوس والدفتيريا. لقاحات نوع الرابع لقاحات مشتقات جراثيم. لقينا انه في احيانا أن لو انا اخذت بعض اجزاء من جراثيم وحقنتها في الانسان ايضا بعطيني مناعة، وبالذات زي
اللي هو باخد البيلز او الاهداف بتاعت بعض البكتيريا زي اللي هي المسببه للسرطان للسيلان او يعني الزهري او السفلس، وايضا لقاح التهاب الخلايا. لكن بدنا نأكد بأنه قد يكون اللقاح لأي مرض أو أي مرض له أكثر من نوع من اللقاح، ليس بالضرورة أن يكون فقط ميتة أو ميتة أو مضاعفة أو سموم، قد يكون المرض يكون له أكثر من نوع من اللقاحات. أيضا النوع الرابع الخامس اللي هو لقاحات ضد الحيوانات الأولية، ويا ريت يكون عندنا في فعلا بدوا يتكلم عن لقاحات ضد الحيوانات الأولية ولقاح الملاريا اللي بتسمعوا فيه كثير. أيضا بدأ إنه هذا اللقاح الآن يعني جاوب كثير أيام من الملزمة، ما كانش يعني هذا اللقاح واضح كثير، الآن هذا اللقاح مهم كثير في الملاريا، اللي هو لقاح الملاريا مهم كثير، وما زالت الموضوع صعب، ما زال يعني في عندنا لقاح ضد الديدان الشرطية، بعضه بيض الديدان الشرطية، مش عنده مناعة ضد الديدان الشرطية، وهذه الأبحاث قائمة فيها تطبيق كثير في الموضوع هذا. إذا ما هي مميزات اللقاحات الحية المضاعفة؟ إذا هي أول حاجة تعطي مناعة قوية طويلة المفعول، ليش؟ لأنها حية تقدر تستثير الجسم بشكل أكبر من المنحات اللي هو اللقاحات الميتة. أيضا تعطى بجرعات قليلة، ليش؟ لأنها خايفين لو أنه تعطى بجرعات كبيرة تحدث المرض نفسه، نسبة حدوث الحساسية قليلة، وأيضا قليل التكاليف، وتعطي مناعة سريعة في معظم اللقاحات. إيش العيوب بتاعتها؟ أول حاجة لا تعطى للفئات اللي بتعاني من نقص مناعة أكيد، لأنه لو لا سمح الله، لأنه هي حية في النهاية، حية صحيح أنها مضاعفة لكنها حية، فممكن تحدث المرض. أيضا احتمالية حدوث المرض أيضا زي ما قلنا بأنه هي مضاعفة فممكن تحدث مرض وريزيدوال سمو وريزيدوال جونر أو اللي هو القدرة المرضية الجانبية. الإشكالية في الحية المضاعفة بأن لو أنا في عندي ناس ما عندهمش المرض، صعب أعطيهم يعني حية مضاعفة، كأني بوزع الميكروب مهما كان للناس اللي ما تطعموش. إذا مميزات اللقاحات الميتة، لا يوجد احتمالية لحدوث المرض طبعا، يعني لأنه ميتة، ثابتة عن التخزين متغلبش، في عند التخزين لو ميتة. أيضا ممكن أعطاها على عكس من الحية، ممكن أعطاها للناس اللي بيعانوا من نقص المناعة. أيضا هتشوف إذا عيوب اللقاحات الميتة، تحتاج إلى جرعات منشطة للميتة، تكلفة أعلى، لا تعطي مناعة موضعية. لو شفنا اللي هو إذن إذا زي ما شفنا هنا، إيش اللي هو الصواغ اللي هو ليف اتنويتد فيروس حي مضاعف، يعني زي الحسبة والنكاف هنشوفه، الميكروب المقتول زي الفيروس شلل الأطفال، هذه أمثلة على اللي هو زي اللي أخذناه فوق، سموم بكتيريا معطلة زي الدفتيريا والتيتانوس زي ما قلنا، أجزاء من الميكروب زي السعال التيكي بتتصص. أيضا في عندي أحيانا يقول التطعيم المركب اللي هو زي البكتيريا الهيموكلاس انفلونزا بي. طبعا التطعيم المركب هو اللي بيكون عبارة عن عدة أجزاء، بنجيب عدة أجزاء من ال يعني الدي ان ايه، بنخلط الدي ان ايه مع بعضه فبعطيني نوع من بعض اللي هو اللقاحات. إذا زي ما خدنا فوق،
الطعم أو اللقاح هو عبارة عن ميكروبات أو سموم، كلام ميكروبات مضاعفة وحية أو سموم أو حتى أجزاء ميكروبات. هذه أيضا هذا الطعم أو اللقاح، يعني هذا تلخيص لما سبق، هذا اللقاح بيدفع الجسم إلى أنه يعمل أجسام مضادة نفسه. نقول كلمة الأجسام المضادة وليس المضادات الحيوية، في فرق بين الأجسام المضادة والمضادات الحيوية. طبعا يعطي مناعة فعالة تدوم طويلا، لا يبدأ وجودها في الجسم إلا بعد بضعة أيام. هنشوف الفرق بين الجدول. المصل، قلنا في فرق بين المصل. المصل هو عبارة عن أجسام مضادة جاهزة، أنا باخدها من وين؟ من حيوانات زي الخيول أو القوط أو غيره طبعا، أو سموم، باخد الأشياء هذه أو سموم بحطها في دواء نقاهة المرض من أو من الإنسان. الآن بنفكر كثير إنه الناس اللي أصيبوا بالكورونا ياخدوا من الدم تبعهم أجسام مضادة جاهزة. أيضا يحتوي على أجسام مضادة جاهزة، يعني هنشوف في الجدول، ويعطي مناعة مفعلة تدوم أكثر من 3 إلى 4 أسابيع. طبعا بنلاحظ زي ما شفنا احنا انه زمان لما قارنا بين المناعة الفاعلة والمنفعلة، اذا هو زي ما شفنا هنا انه عبارة عن اللقاح هو فاعلة والمصل هو منفعلة، يعني وكل صفات الفاعلة تكون في اللقاح والمنفعلة تكون في المصل الواقي. هنتكلم عن جدول التطعيمات. وجدول التطعيمات أساسي، وقلنا بأنه كل فترة الفلسطيني جدول التطعيمات الفلسطيني أساسي، وكل فترة عن فترة بيتطور هذا الجدول وبتغير، يعني هذا الجدول بيتغير وحسب الحاجة وحسب الدراسات اللي بتصير في كل بلد لبلد. لكن بشكل عام هذا يعني تقريبا حيكون الجدول الجديد قريب من الجدول هذا. هذا الجدول هو مطلوب حفظ، هذا الجدول مطلوب حفظه. طبعا عند الولادة، هو طبعا الجدول هذا عشان نعرف شو الإبر اللي بياخذها الشخص الست لما تقع على هذا، بعض الإبر أعطوها إبرة الحقن، هذه الحقن هي إبر المناعة. عند الولادة بياخذ هباتاتس بي، وبياخذ الدان أو تطعيم الدان اللي هو البي سي جي. في نهاية الشهر الأول نعطيه اللي هو هيباتيتس بي أو التهاب الكبد الباقي، التهاب كبد باقي مش وبائي. شال الأطفال الغير حي له أي بي في، شال الأطفال بيكون على نوعين، على إنه بيكون أحيانا أي بي في هو إنجكشن بوليو فيروس، يعني هو عبارة عن شال الأطفال اللي أكتيفيتد يعني المحقون بنحقنه حقن في جسم الإنسان، وشال الأطفال اللي هو احيانا بناخذ على انه شكل نقط ك يعني اورال بوليو فيروس، او شال الاطفال الفموي او نقط كنقط. اذا في الشهر الاول بناخذ التهاب الكبد الباقي هباتيتس بي، وبناخذ شال الاطفال الغير حي له اي بي في.